تكون يكون هذا الشهر شهر الصلاة والرجاء، ونكون عم نستفيد من هذه الفترة للتأمل وللتفكير بمستقبلنا وبمصيرنا. قبل ما نفوت بالمواضيع السياسية، بيهمنا كحزب كتائب نأكد أنه على الحكومة اللبنانية أنه تسهل الحياة للناس مش تصعبها. بالتالي الغلاء يلي عم نشوفه بسعر البنزين من فترة، وهلأ أكيد كمان عم بكمان يبشرونا بمزيد من الغلاء على صعيد البنزين، هذا أكيد بيضرب جميع اللبنانيين من دون استثناء، بالأخص وقت ما يكون فينا المشترك، وقت الدولة ما تكون عم بتأمن للبنانيين القدرة بالانتقال إلى أشغالهم. بالتالي اللبنانيين جميعا مضطرين يعبوا بنزين، وهذا أكيد رح يكون عائق إضافي أمام المواطن اللبناني بأن يعيش حياة طبيعية. الملف الثاني له علاقة بحوادث يلي حصلت بعرسال مع الجيش اللبناني، يلي بنرجع منأكد مجددا دعمنا المطلق للجيش اللبناني، ومنأكد أنه بغض النظر عن كل التساؤلات، بغض النظر عن كل ما يحكى عن هذه الحادثة وبعض الغموض ببعض الأمور يلي لها علاقة بهذه الحادثة، بهمنا نأكد أنه بمجرد أنه أي مواطن لبناني شاف أنه في بدلة عسكرية بوجهه مفترض يخضع لها، لأنه أي وقوف بواجه القوى الأمنية الشرعية بأي شكل من الأشكال رح يؤدي إلى انهيار سيادة لبنان وانهيار هيبة الدولة اللبنانية. انطلاقا من هون، نحن بنتمنى من الجيش اللبناني يعطي للبنانيين ما حصل بالضبط، ونتمنى من أنه يكون في توضيح لكل مجريات هذه العملية، ما يكون في بقى غموض وتصير الصورة واضحة بالنسبة لجميع اللبنانيين. وبنفس الوقت نتمنى على جميع اللبنانيين الامتثال لأوامر السلطات الأمنية الرسمية، ومنأكد كمان أنه هذه الخطأ ما بدأ من عرسال، الخطأ بدأ عندما قبلت الدولة اللبنانية أنه أي كان يتعدى على الجيش اللبناني، بدءا بكل الحوادث يلي سبقت، إن كان بعين الرماني ما ننسى أنه صار في تعدي كبير على الجيش، ما ننسى أنه بدل ما نبعث المجرمين إلى الحبس أرسلنا الضباط والعسكريين إلى الحبس، ما ننسى أنه عندما أغتيل سامر حنا الضابط في الجيش اللبناني ما اتخذ التدابير الصارمة من قبل الدولة اللبنانية، والشخص يلي اغتال الضابط الطيار سامر حنا فات 6 أشهر إلى الحبس وخرج. فأكيد وقت نكون عم نعطي على مدى 15 سنة أمتولي كيف بيتم انتهاك رهبة الجيش، أكيد رح نشوف مزيد ومزيد ومزيد من هالحوادث يتكرروا بالمستقبل. فنحن بالنسبة لنا السيادة ما فيها استنسابية، سلطة الدولة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية ما فيها استنسابية، هي على كل الناس، وعلى كل الناس أنه يمتثلوا لقرارات الدولة اللبنانية. وطالما هناك سلاح خارج عن إطار الدولة، وطالما هناك استقواء على الدولة وعلى سلاح الدولة من قبل حزب الله وغير حزب الله، عم نعطي أمطولة لآخرين يتعاطوا بنفس الطريقة يلي حزب الله وغيره عم يتعاطى فيها مع الجيش اللبناني ومع الدولة اللبنانية. نقطة الثالثة بما يتعلق بقانون الانتخابات، نحن نرجع منكرر ومنجدد أنه نحن مصرين أنه تحصل هذه الانتخابات في موعدها. وانطلاقا من هون، النقطة الثانية أنه تحصل الانتخابات انطلاقا من قانون جديد يؤمن صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الحقيقية بين جميع اللبنانيين. انطلاقا من هون، بعد ما استنفذنا كل الحلول، وصلنا اليوم على درس القانون المختلط، ونحن بصدد تقديم، واليوم كتلة نواب الكتائب وافقت على اقتراح تقدمنا فيه كرمالتا نقترحه على بقية الأفرقاء في اللجنة الفرعية. هذا الاقتراح هو اقتراح مختلط يقتضي اعتماد 60% من المقاعد بالنسبية بالأكثر و 40% بالنسبية، 9 محافظات بالنسبية و 36 دائرة بالأكثر، كرمالتا نقدر نأمن التمثيل الصحيح
لجميع الأطراف اللبنانية من دون استثناء، ونقدر بنفس الوقت نعطي نتائج إذا بتكون متقاربة ما حدا يعتبر أنه هيدا القانون لصالح 8 أو لصالح 14. جربنا بهيدا القانون نعمل معايير عادلة ونعمل ناخد نفس المعايير وين ما كان، ما عملنا استثناءات، ما عملنا استنسابية بطرحنا. جربنا نقدم طرح موضوعي، طرح ممكن يكون مقبول من الجميع، وبنفس الوقت طرح بيأمن صحة التمثيل وبيأمن يلي نحن عم نطمح له أكيد الشراكة الحقيقية بمجلس النواب. طب نفوت بكتير تفاصيل، فيه بس أقول أنه عم نحكي عن 9 محافظات بيتراوح عددها بين 6 و9 مقاعد بكل محافظة. عم نحكي عن 36 دائرة أكثرية تتراوح عدد المقاعد فيها من 1 إلى 3، وعم نحكي عن إذا بدكم احترام للنسبية بقلب كل طائفة، يعني بكل طائفة نفس النسبة عم بتروح على الأكثر وعلى النسبة، بشكل أنه مش أنه والله طائفة راحت كلها على النسبة وراح وطائفة راحت كلها على الأكثر، لا، عملناها بشكل متوازن، بشكل أنه كل طائفة يكون فيها تقريبا نفس النسب عم بتروح على النسبة ونفس النسبة عم تبقى بالأكثر. حصوا هذه أمور تقنية لما راح نوجع رأس اللبنانيين فيها. نحن بدنا بس نأكد أنه هذا الطرح نعتبره طرح توافقي ممكن يأمن إجماع من قبل جميع اللبنانيين، وبنفس الوقت ما فيه نتيجة محسومة لحدا ولا لثمانية ولا لأربعتاش. هذا القانون بيأمن أكثر من 56 نائب ينتخب بأصوات المسيحيين، إضافة إلى ذلك هذا قانون يؤمن صحة التمثيل للكل، بياخد بعين الاعتبار هواجس الكل، وإن شاء الله يكون كمان يعني مقبول من الجميع. نحن أكيد بعد ما أخذنا موافقة المكتب السياسي هلأ أكيد بدنا ننتقل إلى المناقشة مع بقية الأفرقاء على باللجنة الفرعية تنجرب ناخد موافقتهم على هذا البيان. شيخ، باليومين الماضيين التقيت رئيس كتب مستقبل سعد الحريري، هل اكيد تطرقتوا الى موضوع الانتخابات؟ شو كانت اجواء اللقاء؟ نحن اكيد عم بالنتيجه، اول شيء رئيس سعد الحريري هو مسؤول ب 14 اذار بالغياب القصري في باريس، فمن الطبيعي وقت انا اروح على باريس انه نلتقى ونحكي بكل ما يتعلق بالشؤون اللبنانيه، بالاخص بما يتعلق بقانون الانتخابات يلي الكل بيعرف انه في تباين بوجهات النظر بيننا وبين تيار المستقبل حول هذا الموضوع، واكيد من واجباتنا نحكي ونتناقش كرمال تنجرب نقرب وجهات النظر، وهذا يلي عملناه بباريس. هلا نحن راح نتابع الموضوع مع الدكتور احمد فتفت هون باللجنه الفرعيه، وان شاء الله نقدر نوصل لنقاط مشتركه ونوصل لمشروع مشترك مع بعض. انا انا طلبت موعد من الرئيس بري وناطر انه يحدد لي اياه كرمال تنقدر نشرح له وجهه نظرنا ونقدم له الاقتراح تبعنا. شيخ سامي، كيف بينظر حزب الكفائه اليوم لزياره بطريق البطريرك الراعي لسوريا بهذا التوقيت؟ يعني نحن بنعتبر انه اراد البطرك انه يحط هذه الزياره باطار الكنسه. نحن بنتمنى عليه، بنتمنى على الصحفيين، بنتمنى على السياسيين أنه يتركوا هذه الزيارة بإطار الكنسة، لأنه ما عم نحكي سياسة هون. نحن ما مطلوب من هذه الزيارة كان أي مساج سياسي. لو في مساج سياسي نحن بناخذ موقف منه، بس بما أنه هو أراد بإطار الكنسة نحن نطلب منه يتركها بإطار الكنسة، ونطلب من كل الصحفيين ومن كل السياسيين ما حدا يخرج هذه الزيارة من إطار الكنسة، لأنه ساعتها منفوت بغير موضوع. شيخ، بالنسبة للقانون المختلط اللي رح تتقدموا في حضرتكم، هل أنتوا ومسيحية 14 أدار على نفس الموجة من هالقانون، خصوصا القوات اللبنانية؟ هلأ نحن والقوات اللبنانية عنا نفس الأهداف. هلأ بتفاصيل القانون نحن اعتمدنا طريقة يلي هي تصغير الدوائر، هن اعتبروا طريقة أخرى يلي هي اختيار المقاعد اللي بنروحها عن النسبة بشكل أنه يأمن صحة التمثيل المسيحي. نحن فضلنا نأمن صحة التمثيل المسيحي من خلال تصغير الدوائر بشكل اعتماد معايير
إذا بدك مماثلة لجميع الطوائف، مش نكون عم نعمل استنسابية بمعنى أنه مثلا يكون في نواب مسيحيين راحين على النسبة أكثر من النواب المسلمين. هذا كله قابل للنقاش. نحن رح نلتقى مع النائب جورج عدوان اليوم بعد الظهر ورح نتناقش بين اقتراحه واقتراحنا ونشوف إذا في مجال ندمجهم ببعضهم ونقدم اقتراح واحد بكرة، أو رح نفتح مجال لنقدم اقتراحين ونفتح مجال للجنة تختار بين هالاقتراحين. نحن رح نحكي بهذا الموضوع الليلة، بس بكل الحالات إن كان طرح القوات أو طرحنا اثنيناتهم صالحين، هلأ بدنا نشوف أي واحد بيلاقي إجماع أكبر، وأكيد رح نتعاون مع بعضنا كرمال تيكون مثل ما بلشنا التعاون بين الكتائب والقوات. موضوع قانون انتخابي رح نستمر بنفس الطريقة. شكراً.